الخبر اللي معانا من اتحاد الملاكمة، واتحاد الملاكمة برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم قرر المشاركة في البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة، واللي هتتلعب في الفترة من 23 وحتى 29 يناير الحالي. منتخبنا طبعا هيشارك في البطولة بقائمة مكونة من 14 فرد أو 14 لاعب، وهما رئيس البعثة واثنين مدربين وعشر لاعبين وحكم مرافق. البطولة هتشارك فيها جميع الدول العربية، ومتوقع فيها منافسة تكون قوية وشرسة جدا بين لاعبتنا ولاعبة المنتخبات العربية.